تحية طيبة مشاهدينا الكرام وأهلا بكم في ضيف التحرير، ونناقش إعلان الحكومة المغربية أن مخزون القمح يكفي لأربعة أشهر وسعره عالميا قد ارتفعت بشكل مهول، حيث صرح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس بأن المخزون الوطني من القمح يكفي لأربعة أشهر، مشددا على أن أسعار هذه المادة قد عرفت ارتفاعا كبيرا ومهولا. وقد أضاف بيتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي يوم الخميس أن ارتفاع أسعار القمح مرتبط كذلك بمجموعة من القرارات التي اتخذتها عدد من الدول في هذه الظرفية الموسومة بالحرب وتقلبات الأسعار. ومن أجل مناقشة آثار الحرب الروسية الأوكرانية على مخزون القمح في المغرب نستضيف المحلل الاقتصادي الأستاذ حسين فرواح. تحية طيبة لك أستاذ حسين فرواح. بداية، في نظركم على المدى القريب هل سيكون للحرب الروسية الأوكرانية تأثير على مخزون القمح في بلادنا؟ في البداية شكرا على الاستضافة. هناك مجموعة من المحددات التي تتحكم في مخزون القمح ببلادنا. أولا كما ذكرت هناك الأزمة الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاعات مهولة للأسعار ديال الحبوب عموما والقمح خصوصا. هناك كذلك على المستوى المحلي والمستوى الوطني الجفاف، تداعيات الجفاف، بحيث أن المغرب عرف في الموسم الحالي جفاف لم يسبق له مثيل منذ أزيد من 30 سنة. كذلك هناك المحدد الثالث ألا وهو تداعيات جائحة كورونا. هذه المحددات بالفعل غتكون عندها تأثير سلبي على مخزون القمح بالمغرب، والذي لا يتعدى حاليا يعني يغطي بالكاد يغطي أربعة أشهر، بعدما كان قبل شهرين تقريبا كان يغطي أزيد من خمسة أشهر من القمح. بالفعل هناك ستكون هناك تأثيرات، ولكن بالأساس تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية ستكون على الأسعار. إذا قلنا الأسعار، أسعار الحبوب بالدرجة الأولى القمح، القمح اللين، بحيث أن الاستهلاك الوطني من القمح يتجاوز 10 مليون طن. 80% من هذا الاستهلاك من القمح عبارة عن القمح اللين الذي تدعمه الدولة في إطار ما يسمى بصندوق المقاصة، بحيث أن قانون المالية الجاري حدد حوالي 17 مليار ديال الدرهم لدعم ثلاث مواد أساسية اللي هي الحبوب القمح اللين، كذلك الغاز والسكر. بالفعل تداعية الأزمة الأوكرانية الروسية ستكون لها تداعيات ولو بشكل غير مباشر على مخزون القمح المغربي، ولكن ليس هناك تخوف لحد الآن بالنظر إلى أن المغرب عنده مجموعة من يعني الأسواق الدولية التي يلتجئ إليها لاستيراد. ومن ضمنها أستاذ حسين فرواح، من ضمنها أيضا روسيا التي أكدت عبر مبعوثها الاقتصادي أن المغرب يوجد ضمن قائمة الأصدقاء، وبالتالي سوف لن يتغير شيء بشأن توريد القمح من روسيا إلى المغرب أيضا. الحاجيات ديال المغرب من القمح اللي كيستوردوا من برا يلا كاين 23%، وبالتالي هناك مخزون يغطي تقريبا 4 أشهر، في انتظار أنه من المتوقع أن هذا الموسم الفلاحي المغرب سيجني تقريبا 3.2 ديال المليون ديال الطن، رغم أنه يعني هذا الموسم هذا كان واحد تراجع كبير. نعم. لحوالي 64% مقارنة بفعل الجفاف الماضي اللي عرفه بفعل الجفاف. طيب من الواضح أيضا أستاذ نعم من الواضح أيضا أن إمدادات القمح لعدد من البلدان سوف تتقلص، برأيك أستاذ فروح ما هي الإمكانيات والحلول المتاحة من أجل ضمان الأمن الغذائي أمام المغرب؟ نرجع لواحد الخطاب اللي داره جلالة الملك قدام افتتاح الدورة التشريعية الأولى في البرلمان. نعم. حيث تحدث جلالة الملك عن ضرورة، عطى التعليمات ديالو للحكومة باش تدير واحد المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية، والملك تحدث عن الأمن الطاقي والأمن الغذائي والأمن الصحي. فيما يخص القمح يدخل فيما نسميه الأمن الغذائي. المغرب حالياً
في انتظار المحصول ديال 3.2 ديال مليون قنطار، يمكن له ان يذهب الى اسواق كبيره لاستيراد حوالي 22% من هذه الماده. نعم. لا ننسى ان ابرز المصدرين ديال هذه الماده الاساسيه كاينه روسيا في المرتبه الاولى اللي كتصدر حوالي 37 مليون طن، من بعدها كتجي امريكا بحوالي 26 مليون طن، كندا كذلك وفرنسا. ما ننساوش بانه مؤخرا الهند في اطار واحد حتى هي واحد الجفاف اللي عرفاته وارتفاع درجات الحراره وكذلك التخوف ديالها من الامن الغذائي ديالها خصوصا فيما يخص الحبوب علقت تصدير هذه الماده. لكن بالنسبه للمغرب الهند ليس من المستوردين، من المصدرين الاساسيين بالنسبه لنا، يعني ليس المورد الاساسي. الى رجعنا مثلا التقرير ديال مكتب الصرف ديال 2020 كنلقاو بانه في المرتبه الاولى كاينه فرنسا، في المرتبه الثانيه كندا، وفي المرتبه الثالثه كاينه اوكرانيا، من بعدها كتجي روسيا. وبالتالي هناك مجموعه من الحلول امام الحكومه فيما يخص المخزون، لكن الاسعار لا نتحكم فيها. هنا سؤال استاذ حسين فرواح، كيف بعد قرار الهند يعني توقفها عن تصدير القمح، كيف سيؤثر ذلك على وتيره الاسعار في الاسواق الدوليه؟ الأسعار على المستوى الدولي مرتبطة بما نسميه الطلب والعرض. نعم. اليوم بسبب الجفاف، بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية، وبسبب كذلك الخروج التدريجي للدول من الجائحة، هناك اختلال بين العرض والطلب. ولكن عندنا اختلال بين العرض والطلب خصوصا إذا كان الطلب أكثر من العرض، تلقائيا يؤدي هذا الأمر إلى ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي، وبالتالي ارتفاع الأسعار على المستوى الوطني ما نسميه التضخم المستورد. المغرب يستورد يعني هذا التضخم من الخارج، وبالتالي لن يكون هناك إشكال أعتقد فيما يخص المخزون الاستراتيجي بالنسبة للمغرب، بالنظر إلى وجود أسواق متعددة يمكن للمغرب أن يلتجئ إليها خصوصا فرنسا وكندا وكذلك أوكرانيا، بالرغم أنه عندنا واحد تقريبا واحد الاحتياط في الموانئ ديال أوكرانيا 22 مليون طن اللي كاينه تما، ولكن بسبب هذه الأزمة الأوكرانية الروسية تم تعطيل يعني. وهناك دعوة ربما، نعم، بلدان دعوة أممية، بلدان متعددة، نعم، بالنسبة للإفساح عن العيب الذي سيكون العيب الذي سيكون هو فيما يخص ارتفاع الأسعار. تفضل. وبالتالي الميزانية ديال الدولة ستتحمل الفارق الذي كانت تدعم به الدولة خصوصا القمح اللين والسعر الدولي. في الموسم العادي الدولة كتدعم حوالي 1.5 مليار تقريبا ديال الدرهم، كتدعم هذا القمح اللين، ولكن هذه السنة من المتوقع أن تتجاوز بكثير هذا المبلغ. وبالتالي المغرب باش ينقص من التداعيات ديال ارتفاع الأسعار دار مجموعة من الإجراءات، من بينها علق رسوم الاستيراد اللي كانت كتمثل 135%، وبالتالي المغرب الى حدود فبراير من هذه السنه هذه كان كيدعم كل قنطار بحوالي 83 درهم باش يمشي للمطاحين، باش يبقى ذاك الخبز اللي كيستعملوا جميع المغاربه في حدود درهم 120. وكذلك تم كذلك مجموعه من الاجراءات من بينها واحد المخطط الاستراتيجي لدعم الفلاحه بحوالي 10 مليار ديال الدرهم. كل هذه الاجراءات من شانها ان تخفف من التداعيات ديال هذه الازمه الاوكرانيه الروسيه على ارتفاع الاسعار. طيب الناطق الرسمي، نعم، الناطق الرسمي باسم الحكومه المغربيه قال ان المغرب لديه مجموعه من الاليات لتجديد المخزون الوطني لتعزيزه في كل المراحل في حدود 4 أشهر، مشيرا ايضا الى انه يتم استيراد هذه الماده من مجموعه من الاسواق العالميه والدول المختلفة. برأيك كيف ترى هذه الاستراتيجية التي تنهجها الآن الحكومة المغربية؟ الدولة المغربية الآن تشتغل على ما نسميه المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية سواء كانت غذائية طاقية ولا صحية، وبالتالي هناك تفكير جدي في هذا الموضوع بعد التعليمات ديال جلالة الملك. رغم أن الهند أعلنت تعليق الصادرات ديالها، ولكن قالت بأنه ستوفي بتعهداتها فيما يخص يعني اتفاقيات اللي كان دارها مع المستوردين الدوليين، وبالتالي التأثير سيكون تأثير أساسا على الأسعار، ولن يكون هناك تخوف
الى حد ما فيما يخص المخزون الاستراتيجي، بالنظر اننا حنا كننتظروا واحد المخزون اللي هو 3 واحد الموسم واحد الجني ديال الموسم ديال الحبوب حوالي 3.2 ديال مليون طن. الاستهلاك كما قلت ديال المغاربه فيما يخص القمح يفوق 10 المليون ديال الطن، وكنستورد منها حوالي 22% حوالي تقريبا 3 ديال المليون طن، والباقي يتم تغطيته على المستوى المنتوج الوطني. على اين هذه الامور فيما يخص ارتفاع الاسعار ديال المواد الغذائيه خصوصا الحبوب وبالدرجه الاولى القمح؟ هذا مرتبط بالتداعيات ديال الجائحه، ومرتبط كذلك بالجفاف وارتفاع الحراره والتغيرات المناخيه، ومرتبط كذلك بالازمه الاوكرانيه الروسيه. ما يمكنش نتحكموا فيه، هادو عوامل خارجيه. اللي قدر نتحكموا فيه هو انه الدوله تدعم، تستمر الدعم هاد المواد هذه خصوصا القمح اللين في اطار صندوق المقاصه، وبالتالي الدوله ماشي غير القمح اللي تزاد، راه تزاد حتى الاسعار ديال الغاز ومجموعه من المواد، وبالتالي الدوله في اطار الميزانيه خصها تستمر الدعم، وغتخصها واحد 15 مليار ديال الدرهم او يزيد باش توفي بالوعود ديالها باش تحافظ على مستوى ديال الاسعار خصوصا المواد الاساسيه ديال الغاز وكذلك السكر. كذلك لا ننسى ان هناك واحد الاجراء دارته الحكومه باش تدعم يعني النقل، يعني وسائل النقل باش تحتفظ على يعني الاسعار باش ما ترتفع بشكل كبير. لو لم يكن هذا الاجراء سنشهد ارتفاعات متتاليه خصوصا فيما يخص المواد التي لم تدعم لحد الان. مواد خصنا نعرفوا بانه جل المواد الغذائيه عرفت ارتفاعا كبيرا، منها الزيوت، منها المواد الاخرى المشتقه من الحبوب، وبالتالي التخوف اللي الموجود هو استمرار هذا الأزمة الأوكرانية الروسية، خصوصا مؤخرا أنه سويسرا وفنلندا هما كي يعني باغين يدخلوا لحلف الناتو، وروسيا لن تتخلى عن هذا، يعني لن تتخلى عن الأمر، وبالتالي من الممكن أن تستمر هذه الأزمة الأوكرانية الروسية لمدة طويلة. هنا فين كاين المشكل، وبالتالي المغرب عليه أن يبحث عن حلول أخرى للحفاظ على مستوى المخزون على الأقل في 5 أشهر ولا 6 أشهر حتى لا يكون هناك مشكل. أما بالنسبة للأسواق فهناك أسواق متعددة. طيب ألا ترى أستاذ الحسين فرواح بأن ربما هناك فرضية لتدخل الدولة فيما يخص تسقيف الأسعار ومحاربة المضاربات في السوق خصوصا فيما يتعلق بالمواد التموينية الأساسية؟ من الصعب انه نزلوا هاد الاجراء ديال تسقيف الاسعار، لانه كاين هناك واحد القانون ديال حريه الاسعار والمنافسه، القانون الى لم تخني الذاكره 114. هذا القانون هذا يعني هناك حريه الاسعار، تسقيف الاسعار من الصعب جدا تنفيذه، وهناك اجراءات اخرى ويعني حلول اخرى ممكن الدوله تلجا لها، من بينها تستمر في الدعم ديال المواد الاساسيه خصوصا الغاز والقمح اللين والسكر، وكذلك دعم النقل خصوصا النقل المهني باش ما ترتفع على الاسعار، وكذلك تقديم يعني التسريع بتنزيل هذاك الدعم الاستثنائي بالنسبه للفلاحه حوالي 10 مليار ديال الدرهم اللي كيشمل مختلف يعني سلاسل الانتاج في الفلاحه، من يعني الحليب، من تربيه الماشيه، من الاعلاف، وكذلك من التامين الى اخره. هذه الحلول الممكنه لحد الان بالنسبه للمغرب. اما في اعتقادي تسقيف الاسعار فمن الصعب تنزيله في المرحلة المقبلة، أو دور أكبر ربما للسلطات المركزية فيما يتعلق بهذا الأمر، لكن تبقى كما ذكرت الأستاذ الحسين فرواح جهود تنتظر ربما تحولات الخارجية التي تمليها ليس فقط على المغرب ولكن على باقي الدول حتى الدول المتقدمة منها. أشكرك جزيلا الشكر المحلل الاقتصادي الأستاذ حسين فرواح، كنت معنا مباشرة من تيزنيت على كل هذه المعطيات. بدوري أشكركم على حسن المتابعة مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.